يجب علينا أن نبتعد من الذنوب والمعاصي خاصة في هذا الشهر المبارك. كثير الليلة مننا من يستمع للغناء وينظر إلى النساء وغير من الأشياء المنكرات والفواحش، وللأسف الشديد من الناس من يجهز نفسه في هذا الشهر المبارك ليسمع الأغاني ويشاهد الأفلام والمسلسلات وغيرها، وينام النهار كله ويسهر ليله دون قراءة قرآن ولا محافظة على الصلاة. فعلينا أن ننتبه يا عباد الله لذلك وأن نغتنم هذه الفرصة، فهذا موسم من مواسم المغفرة والرحمة من الله عز وجل. والليلة عندنا عند التجار الموسم ما تضيعوا ناس الملابس، يقول لك ده موسمنا، نحن لابد نجهز البضائع ولابد نكون حاضرين لأنه ده موسمنا الوحيد في السنة. ناس المواد التموينية، ناس الأسمنت، ناس غيره عندهم مواسم بيغتنموها في الدنيا في التجارة، فعلينا أن نغتنم هذا الموسم في طاعة الله عز وجل حتى لا نخرج من رمضان ونحن خاسرون خسرانا مبينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ.